كمهني كمحترف، يعني المهنة والاحترافية بالنسبة ديال البيرو ديال اكستران خيرية. ملي كيكون عندك مكتب ديال اكستران خيرية، ملي كنهضروا على المهنة والاحترافية كمهني وكمحترف محترف، انا ما خصناش نديروا الاغلاط وما خصناش نديروا الاخطاء وما خصناش نغلطوا معنا الزبناء. انا كنهضر على داك بين قوسين اريغو بارا فورماسيون، لان اريغو بارا فورماسيون ما خصش المهني المحترف يدير شي خطا ولو بسيط. حيت علاش؟ لان الزبون ملي كيجي عندنا كندقوا الملف ديالو، كتشوف اولا واش مؤهل ولا غير مؤهل، ثانيا واش المؤهلات ديالو يمكن له يتحصل على داك سيرتيفيكادو بروفيسيونال، وثالثا نشوفوا داك الملف قبل ما ندفعو، يعني البروفات ديالو، الباسبور ديالو، حسن السيره ديالو، والمدرسه اللي غيقرا فيها، وداك اكس 10. يعني حنا هذا الشيء غدير واحد المجهود انك كمحترف كمهني تدقق في هذه المسائل وتعرف فين غادي، باش ملي كتحط الملف ديال الزبون ديالك، يعني الزبناء والحمد لله، يعني كنهضر على هاد اريغو بارا فورماسيون، ماشي شي حاجه اللي كبيره، يعني هنا باش يتحصل على فابورابلي نو فابورابلي، غيتحصل على فابورابلي نو ريكيريدو وما الى ذلك. هنا خصنا نخرجوا من هاد الخانه كمحترف وكمهني عليك بأداء المهمة على